كل اللي حصل في السنة اللي فاتت دي خلال 2019 وبداية 2020، شغل مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والتطوير والصفقات الجديدة في فترات الانتقالات الشتوية والصيفية، وأخيرا الصفقات الجديدة اليوباجي وكهرباء. هل شايف أن الأهلي أصبح عنده القوام اللي يخليه قادر على المنافسة على اللقب والعودة للصدارة والحصول على البطولة الأفريقية، وأن شكلنا حتى كأداء تحت قيادة فايلر مختلف تماما فنيا عن السنين اللي فاتت؟ لا، مختلف تماما، لأن الراجل عارف قدرات كل لعيب دلوقتي، وعارف هو يوظف مين في ماتش إيه. يعني مثلا زي علي معلول مثلا ما لعبش الماتش اللي فات، لعب ايمن اشرف. ليه؟ لان الباك او الوينج بتاع الهلال لازم يقف، لان ده اللي هيرفع وهيبقى هيعمل مشاكل اتجاهنا. فهو الراجل عارف هو بيعمل ايه. السنه اللي فاتت كان كل الناس بتقول ان الاهلي بره الدوري، وصور وحاجات كده واسمع بقى الكلام ومش عارف مين بطل الدوري.